سيجتمع الكونغرس الجديد، الكونغرس رقم 117 للمصادقة على النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المعتمدة من المجمع الانتخابي. وطبعا النتيجة كانت 306 أصوات للمرشح الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن مقابل 232 صوتا إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب. إذن الجميع يعلم أن النتيجة والتصويت الأخير سيكون لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، ولذلك سيجتمع الكونغرس في أولى جلساته، الكونغرس رقم 117، للتصديق على هذه النتيجة المعتمدة أصلا من قبل المجمع الانتخابي والتي تم اعتمادها في 14 من ديسمبر الماضي. لماذا يتم عملية التصويت أو لماذا تتم عملية التصويت؟ إذن لأن هذا هو القانون الأمريكي، الدستور الأمريكي ينص على إلزام الكونغرس بالتصويت للمصادقة على الانتخابات الرئاسية، وذلك طبعا بحسب القانون من عام 1887. هناك بعض من أعضاء مجلس النواب أبدوا اعتراضهم وأنهم قالوا سيرفضون وسيصوتون بلاه على نتيجة الانتخابات، والبعض من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين طبعا أقصد أبدوا اعتراضهم، وعلى رأسهم جوش هالي السيناتور اللامع الذي ينوي أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة لعام 2024. ولكن زعيم حزب الأغلبية زعيم الجمهوريين السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل نصح الجمهوريين بعدم التصويت برفض تلك الانتخابات، لأنه يعلم جيدا أن هذا الرفض أو هذا التصويت بلاه لن يكون نافعا، وستكون النتيجة محسومة في الأخير لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن. من سيترأس الجلسة؟ الجلسة الكبرى التي ستضم غرفتي الكونغرس، ستضم طبعا أعضاء مجلس النواب وستضم أعضاء مجلس الشيوخ. بكونه رئيس مجلس الشيوخ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيترأس الجلسة، وإن أبدأ بعض من الحاضرين اعتراضهم وأخذ هذا الاعتراض في محل الاعتبار سيناقش لمدة ساعتين فقط، ومن ثم يتم التصويت النهائي بشكل مؤكد على نتيجة الانتخابات الحاسمة. طبعا المحكمة الدستورية العليا رفضت قرارين أو رفضت مرتين لمطالب للرئيس ترامب، هناك أن هناك تزوير في الانتخابات، ورفضت أكثر من 60 مرة مطالب للرئيس الحالي دونالد ترامب من المحاكم الفيدرالية بسبب أنها لا تكون بالأهمية، ولا يوجد دليل قوي على أن هناك تزويرا حدث في الانتخابات. ولذلك سنرى أن الكونغرس والجميع يؤكد حتى من الجمهوريين أن الكونغرس سيصوت بنعم في الأخير لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، وستكون هزيمة أخرى للرئيس الحالي دونالد ترامب، ليعلن الكونغرس مؤخرا هذه النتيجة والتصديق على ما حدث في 14 من ديسمبر في المجمع الانتخابي بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.